ولد الحبيب سيد المتعبد جميل نعت على المرتضى حرامي الودي على اللوحة يا رب صل على النبي محمد كنت الخلائق من جهنم في غدي على الذي خليت عليه ملابس ولا رائس فنظيره لا يوجد يا رب صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برعية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأسيرة يا رب صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي ولدته مقتولا ومجعولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا رب صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي فتح عليك الله يا علم الهدى ما لا طير في الوصول يغرد يا رب صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي وإلى منادي ينادي أخفوا أن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمة البصر فلما كنتم طاهر بكم من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كان وجههم قمار وفي يد أحدي بإبلكم من أنت الله مع الآخر تشطر من الزبرجد الأخضر وفي يد ثالث هريرة من الله مطبية فنشرع فإذا يخاف من يحير أعين الناظرين من شدة الولي حمل مني وناوله لصائب الطفل وأنا أنظر إليه فأصله من ذلك الماء الذي في الإبل يقسم المحراب ثم قال لصاحبه يختم من يكتفي بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين فقيل لما وجد صلى الله عليه وسلم محمد تلك الليلة نار فارس بعد ونظرا ولم تكن حمادة قبل ذلك بألفي عام وارتجي وانه وارتجي وألف سنة وسقطت منه 14 شرافة ووضعت بحيرة الصاوة وأصبعت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورمية الشياطين من السماء بالشهد الثواقب هم بلد سبل الحق بطل ما كان يعمله كل كاذب وربي أن يحيي من عربة أن نفر من قريش كانوا عند صنم من السلامين
فلما رأوا ذلك أبدوا بيسنا متعلما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مرتمع فقال عثمان بن الحبيب ما له قد اقترت عن القصة إن هذا ليمد النفس وانشد وقلبه يصلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا صنم العيد الذي صف حوله فناديت من وقت بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأصدق تحيتي على المصطفى المختار خير المسار القدسي في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأصدق تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ويا قصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأصدق تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد سموا نبي الهدى هو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرق شمس الضحى في مدينة السعد فبينما آلت الله في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته رضي خليلا ولم تشعر فقد أشرق في بيت النور وأنبع عنه الفرح والسرور الله أقبلت الملائكة والحور وحق حجرتها مع الطيور وهي تسمع إذنها من احتفالهم بحضور الحبيب موسى وضيفها وسلم العالمين في بيتها أم السلام صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج صلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وجهك الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج الله الله ما شاء لا قوة إلا بالله مريضا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله سمعت كنت بغيرته وسمعت
الذي الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنت منجينا من الحرق بالله بالنار والحجر الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا ما حين يمنعنا بالغروب دمع والأجر الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كن في قلبنا والحرج رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يفب لكمال الحسن والبهر صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج شافعنا لصلاح الدين والنار فصلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج هو نجانا من البلوى طيب في العالم الأرج فصلي رب العالمين على سيد الكونين والسرد وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرد صلي يا رب على الهادي والفرج صلي رب العالمين على سيد